ناس كتير قوي مرعوبة من عذاب القبر. في مؤمنين كتير وملتزمين ومتدينات وشباب وبنات مرعوبين من عذاب القبر، مرعوبين منه، ولو كلمتهم عن نعيم القبر ما يعني حس ان ده حاجة ما تكلمنيش فيها، لان عذاب القبر ده بيهدد الكل. ومعظم القبور 90% من القبور، اكتر من 90% من القبور اللي تحت الارض دي كلها الوقت مولعة نار على اهلها. يا ترى يا شباب، يا ترى الاكتر هو نعيم القبر ولا عذاب القبر؟ يا ترى الاكتر ايه؟ الاكتر ده ولا الاكتر ده؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان، والحديث اصله في البخاري، ان الميت اذا وضع في قبر وضع مفعول به، خلاص ما عادش له سيطرة على نفسه. يعني ان الميت اذا وضع في قبر فانه يسمع، يسمع انا دفنه خلاص ده مات، سمع لسه اول امبارح واقف على قبر، انا يعني مش قادر اتخيل يا جماعة، هو سمعنا ده خلاص في عالم البرزخ، فانه يسمع قرع نعالهم، والجنازة ماشية وولاده ماشيين قلبه بيتقرع من الرعب انهم ماشيين وسايبين اذا ولوا مدبرين. فان كان مؤمنا، النبي قال فان كان مؤمنا قبل فان كان كافرا او فاجرا. التاني ده خد بالك كافر بنعمة الله، يعني مسلم برضه زي ما قالوا العلماء ولكن شاكك في الدين. فان كان مؤمنا الاول، فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، الاعمال الصالحة بقى، البودي جاردات بقى، العبادات اللي تعب مع ربنا فيها لاجل الله، والصيام عن يمينه من اللي صام في شهر الله المحرم، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات من الصدقة والاحسان الى الناس. مين اللي بتطلع صدقة يومية؟ مين اللي بيصوم بيصلي قيام ليل؟ مين اللي بيصلي الفروض الخمسة في جماعة؟ عند رجليه من الاحسان الى الناس والصدقة عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه. ملائكة العذاب ما عنده ذنوب مهما كان مطيع، عنده ذنوب تستوجب عذاب القبر، تيجي الملائكة من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل. بودي جارد واقف كده، يا بختك يا اللي بتصلي، يا بختك يا اللي بتحافظ على السنن الرواتب، يا بختك يا اللي بتحافظ على قيام الليل، يا بختك يا اللي النص ساعة اللي قبل الفجر قانون في حياتك. فيؤتى من عن يمينه، الملائكة مصممة تعذبه بالذنوب بتاعه، فتقول الصيام ما قبلي مدخل. يا بختك يا اللي بتصوم اثنين وخميس، فيؤتى من عن شماله، فتقول الزكاة ما قبلي مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة، الصدقة والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. خلاص محصن من كل الجهات، فخلاص ملائكة العذاب مشت، تيجي ملائكة الحساب بقى، فيجلسانه وفي رواية فيقعدانه ويقولان له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم؟ كان في واحد اسمه كان في واحد كده في بلدكم لما بيتقال اسمه كل بيقول عليه الصلاة والسلام، الملائكة جاية مش معرفاهم مش معرفة الميت هو تبع مين، هم تبع الإسلام، هم تبع دين تاني، هم جايين هو كده الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ انت رأيك ايه في اللي كان الناس بتوعكم بيقولوا عليه الصلاة والسلام فيه؟ رأيك ايه فيه؟ فيقول دعوني اصلي وقد مثلت له الشمس الى الغروب. يعني المشهد اللي انت بتدخلي عليه القبر، اي حد منا بيدخل القبر اول مشهد بيشوفه الشمس، خلاص للسلة نص ساعة وتغيب. ليه؟ عشان لو جاوب تطلع الشمس تاني والدنيا تنور ويبقى القبر نور، ولو ما جاوبش تنزل وتضلم ويبقى ظلام والعياذ بالله. فيقول دعوني اصلي، اصلي بس انا في الدنيا كنت لما بقع في موقف صعب اصلي عشان استجمع رباط الجأشي. فيقولون انك ستفعل ولكن اجبنا ارأيتك هذا الرجل ماذا تقول فيه؟ فيقول اشهد انه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون له على اليقين عشت وعليه مت، على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. يجي التاني بقى اللي كان شاكك في الدين، فيؤتى من عند رأسه، ملائكة العذاب جاية تعذبه، فلا يوجد شيء، ما تعبش، ملوش دعوه بالمسجد والجماعة. فيؤتى من عن يمينه، يا عم الصوم اثنين وخميس ايه؟ فلا يوجد شيء. فيؤتى من عن شماله، زكاة مين يا عم؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، فلا يوجد شيء. فيؤتى من بين رجليه، صدقة مين يا عم؟ انا محتاجه، فقير عنده ملايين ولو كلمته تبقى عايز تطلع صدقة وتديله، فلا يوجد شيء. مفيش، واقف في العراء ما بين ملائكة العذاب من الاربع جهات في القبر. فيأتيه ملكان فيقعدانه ويقولان له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه؟ رأيك ايه في اللي كان بيتقال عليه عليه الصلاة والسلام؟ فيقول سمعت الناس قالوا قولا، كان الناس كلها بتقول عليه الصلاة والسلام وانا كنت بقول كده، فقلت كما قال الناس على الشك عشت وعليه مت
فيقولون له لا دريت ولا تليت. لا دريت، انت ما كنتش داري بحاجه، انت كنت زي البهائم عايش تاكل وتشرب وتلم فلوس وخلاص. ولا تليت عمرك، لا تلوت قران عشان تفهم، ولا تلوت صحبه صالحه واتبعت صحبه صالحه عشان تفهم. اجيب منين؟ لا كان في حياتك حد صالح ولا كنت متصل بالقران. لا دريت ولا تليت ويضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. الاكتر النعيم ولا العذاب؟ يا جماعه نعيم القبر كتير قوي يا جماعه، نعيم القبر كتير جدا. ابشروا بنعيم القبر لو انتم من الصالحين، اعملوا من اجل نعيم القبر، افرشي قبرك من الان، اشتغلي. نعم اجر العاملين كما يقول الله، الله يقول في اخر الواقعة، فاما ان كان من المقربين فروح وسع وفسح وريحان واستقبال ملكي باب الورود كده ومواكب الاستقبال وجنة نعيم. ما انتش داخل القبر، اطلع على طول على الجنة، على طول على الجنة على طول. واما ان كان من اصحاب اليمين في الاخر، واما ان كان من المكذبين الضالين. يعني التاني ده جه في الاخر كأن ربنا بيطمعك في ده. خلي احنا الوقت عاملين باذن الله زي طلب الثانوية عامة، انا يا هجيب 95 يا 96 يا 97، انا مش هفكر اصلا في حاجة اقل من كده، ما ينفعش. احنا لازم ننشن على نعم القبر. اسأل الله ان يرزقنا نعم القبر، اسأل الله ان يرزقنا من العبادة ومن الصلاة والصيام والزكاة والاحسان الى الناس وفعل الخيرات ما يقينا به من عذاب القبر. اسأل الله ان ينجينا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. أسأل الله أن يجيرنا من النار، أسأل الله أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الآخرة يا جماعة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يا أخوانا الدنيا دي كلها ما تجيش 50 سنة، يوم القيامة لوحده 50,000 سنة، يعني أطول من عمر التاريخ البشري كله من يوم الإنسان نزل الأرض يوم القيامة لوحده. احنا عايزين نفكر، يعني ممكن وقفة الصراط الواحدة تبقى 7-8,000 سنة، ممكن وقفة الميزان لوحدة تبقى أطول من عمر من الفراعنة لحد دلوقتي، ممكن وقفة أرض المحشر لوحدة تبقى أطول من عمر من سيدنا آدم لحد دلوقتي. عايزين نفكر في الآخرة، وعايزين نخاف من الآخرة، وعايزين نطمع في كرم ربنا. ربنا عنده كتير قوي، عنده كتير في الدنيا، وعنده كتير في القبر، وعنده كتير في الآخرة. ربنا الودود، الودود اللي بيودك في الدنيا وبيودك في القبر وبيودك يوم القيامة، الودود الكريم اللي هيحول حياتك كلها لأفراح. الواحد المؤمن بيجي يموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فرح عند موته. يموت ينزل التربة يلاقي باب الجنة مفتوح له، ويلاقي الرفيق الصالح بتاع العمل الصالح داخل عليه. يطلع من تحت التراب يوم القيامة يلاقي الملائكة وقفاله، هذا يومكم دللتك يا عريس. يدخل الجنة ربنا يجعله يراه وينظر إلى وجهه. حياة المؤمن كلها أفراح، كلها لتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ده حسنى. طب وده حسنى، احنا ما عندناش بدائل تانية، احنا ما عندناش احتمالات تانية. اللي ماشي مع ربنا كل حياته حلوة، كل دنيته حلوة وقبره حلوة واخرته حلوة. نسأل الله سبحانه وتعالى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.